تبقى إبداعات دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في وضع كل ما هو جديد على الساحة الدولية وعلى الساحة الداخلية، خصوصا بعد ما انتهينا من عام زايد الذي أعطى الفرصة لكل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للتعبير عن حبهم لزايد. أتانا عام التسامح والسلام، وهي مبادرة متميزة ترسل رسالة للمجتمع الدولي أن دولة الإمارات دولة التسامح والسلام، وأن دولة الإمارات تعنى أيضا بنشر قيم التسامح والسلام على الساحة الدولية خصوصا، وأن لا سبيل لنا من أن ننتهج مثل هذا النهج إذا أردنا أن ننشر التسامح وأن ننشر السلام وأن تحل الرفاهية على المجتمع الدولي بصورة عامة. لابد أن تكون هناك منصة دولية وأن يكون هناك يعني من هم داعمين لهذا التوجه، وخصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى في 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 تكوين وزارة للتسامح، والشعب الإماراتي من خلال احتضانه لكل شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه رسالة متميزة عن دولة التسامح والسلام. في الواقع المجلس العالمي للتسامح والسلام يعتبر مظلة ومنصة دولية لنشر قيم التسامح والسلام، يقف على مرتكزين رئيسيين هما البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العمومية للتسامح والسلام. لدينا الآن خارطة الطريق للتنسيق مع وزارة التسامح وأيضا مع المجلس الوطني الاتحادي لأن تكون هناك جلسة من جلسات البرلمان الدولي للتسامح والسلام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا التعاون والتنسيق مع وزارة التسامح في دولة الإمارات لأن نكون يعني جزء داعم لهذه السياسة وأن ننشرها على الساحة الدولية. نعم، في الواقع هذه رسالة مهمة جدا للعالم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة تسامح ودولة سلام وقبول لجميع مكونات المجتمع الدولي. نحن لا نقول الآخر أو نحن كلنا ننتمي إلى منظومة متكاملة ومتجانسة، وزيارة قداسة البابا فرانسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة مرحب بها، وهي زيارة تاريخية وأيضا تعكس صورة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الإيجابية والتي عرفها العالم بصورة عامة، ولكن تؤكد وتعزز زيارة البابا الصورة الإيجابية وصورة القيادة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة والحاضنة لكل مكونات المجتمع الدولي بصورة عامة. نحن لدينا في المجلس العالمي للتسامح والسلام منظومة إعلامية مهمة جدا، واسمح لي يا سيدة الفاضل بأن المجلس العالمي للتسامح والسلام ينتهج نهجين رئيسيين في نشر ثقافة التسامح والسلام، المنظومة الأكاديمية والمنظومة الإعلامية. فمنظومة التواصل الاجتماعي لدينا شبكة معنية في تكريس التواصل مع مكونات المجتمع لنشر قيم التسامح والسلام من خلال شبكة التواصل الاجتماعي لأن تكون منبر إضافي لصوت المجلس بصورة عامة. أولا أنا أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في هذه المبادرات الإيجابية المتميزة في الواقع لنشر قيم التسامح والسلام، ومبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه هي من المبادرات المتميزة، والدور الذي تقوم به حكومة دولة الإمارات وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لأن يعم السلام ويعم الأمن والرفاهية على شعب دولة الإمارات العربية.